السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا وسهلا بكم. سعيدة جدا بتجديد اللقاء معكم. سنتطرق اليوم أعزائي إلى مادة الرياضيات المستوى الرابع، الوحدة الخامسة، ودرسنا اليوم هو حساب مساحة المستطيل والمربع. Calcul de l'aire du carré et du rectangle. الأسبوع السادس والعشرين. الأهداف التعليمية التعلمية. إذن نطمح عزيزي المتعلم أن تتعرف وتطبق قاعدة حساب المساحة أو مساحة المربع والمستطيل. نطمح أيضا أن تكون قادرا على تقدير مساحة المستطيل والمربع. أخيرا نطمح أن تكون قادرا على حل وضعية مسألة مرتبطة بقياس مساحة المربع والمستطيل. إذن سننتقل الآن أعزائي إلى تنشيط ذاكرتنا عن طريق الحساب الذهني. إذن أعزائي، 6 زائد 7 كم تساوي؟ أحسنتم، 13. 9 مضروبة في 6، ممتاز، 54. 7 زائد 8 كم تساوي؟ أحسنتم، 15. 8 مضروبة في 5، ممتاز، 40. 6 مضروبة في 8، ممتاز، 48. 0 مضروبة في 60، 0. 9 زائد 8، أحسنتم، 17. وأخيرا 2 مضروبة في 3 تساوي 6، أحسنتم. سنستهل حصتنا أو درس اليوم بتذكير بسيط. إذا تعرفنا على المستطيل. إذا المستطيل كم لديه من ضلع؟ أحسنتم، لديه 4 أضلاع وأربعة زوايا قائمة، كل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان أيضا، وله قطران. أحسنتم. تعرفنا أيضا على المربع. قلنا بأن المربع يتميز بأحسنتم لأن أضلاعه متقايسة. أحسنتم. له أيضا 4 زوايا قائمة وأضلاعه متقايسة وله قطران، ممتاز. إذن لنكتشف معا النشاط الأول. النشاط يقول: أراد علي مقارنة مساحتي الشكلين التاليين. إذا لدينا الشكل الأول وعبارة عن مربع A طوله 5 سنتيمتر. الشكل الثاني ومستطيل B طوله 6 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر. إذن المطلوب أعزائي هو أن نساعد علي على تحديد أكبر وأصغر شكل من الشكلين من حيث المساحة. إذن أعزائي، ساعدوا علي لتحديد أكبر وأصغر مساحة. أنهيتم؟ إذن لنجب سويا على هذا النشاط. إذن أولا سنقوم بتجزيء كل شكل إلى مربعات صغيرة طول ضلع كل منها 1 سنتيمتر. إذن أعزائي، المربع A قياس ضلعه 5 سنتيمتر. إذن قمنا بتجزيء المربع A إلى مربعات صغيرة، حجم كل مربع 1 سنتيمتر مربع. سننتقل الآن أعزائي إلى المستطيل B. إذن كما قلنا فإن المستطيل B طول ضلعه 6 سنتيمتر وعرضه أحسنتم 4 سنتيمتر. إذن قمنا بتقسيم هذا المستطيل إلى مربعات صغيرة. إذن مساحة كل مربع صغير كم تساوي؟ أحسنتم، 1 سنتيمتر مربع. إذن أعزائي نلاحظ أن المربع
مجزأ إلى 25 مربعاً صغيراً، والمستطيل مجزأ إلى 24 مربعاً صغيراً. أحسنتم. إذن أعزائي، كما نعلم فإن S تساوي C مضروبة في C، بمعنى الضلع مضروبة في الضلع. إذن كم هو قياس ضلع المربع؟ لاحظوا جيدا، أحسنتم، هو 5. إذن 5 مضروبة في 5، لماذا؟ لأن المربع نضرب الضلع في الضلع. إذن 5 مضروبة في 5 تساوي 25 سنتيمتر مربع، وبالتالي مساحة المربع هي 25 سنتيمتر مربع. ما هي قاعدة حساب مساحة المستطيل؟ إذن تعرفنا عليها من قبل. أحسنتم. إذن S تساوي L مضروبة في L، بمعنى الطول مضروب في العرض. إذن كم هو طول المستطيل؟ أحسنتم، طول المستطيل هو 6. وكم هو عرضه؟ وكم يساوي العرض؟ أحسنتم، يساوي 4 سنتيمتر. إذن S تساوي 6 مضروبة في 4، إذن تساوي، أحسنتم، 24 سنتيمتر مربع. وبالتالي فإن مساحة المستطيل هي 24 سنتيمتر مربع. أحسنتم. إذن أعزائي، نستنتج أن مساحة المربع A أكبر من مساحة المستطيل ب، لماذا؟ لأن مساحة المربع A تساوي 25 سنتيمتر مربع، ومساحة المستطيل كم تساوي؟ أحسنتم، 24 سنتيمتر مربع، و25 سنتيمتر مربع أكبر من 24 سنتيمتر مربع. أحسنتم. سننتقل الآن أعزائي إلى المرحلة الثانية، وهي أتمرن. إذن لنساعد ليلى وعمر على حساب كل من السطوح التالية. إذن ألف، أحسب أبعاد كل شكل بالسنتيمتر. إذن أعزائي، لدينا هنا مجموعة من الأشكال. لدينا هنا المربع، هذا المربع مقسم إلى مربعات صغيرة. إذن كم هو طول المربع الصغير؟ إذن لاحظوا جيدا، أحسنتم، إذن قياس ضلعه هو 1 سنتيمتر. أحسنتم. لدينا أيضا المستطيل A ولدينا المستطيل B. إذن أعزائي، لاحظوا جيدا الأشكال الهندسية واملأوا الجدول. إذن لدينا المربع، إذن استخرجوا قياس الضلع بالسنتيمتر. لدينا المستطيل A، ستستخرجون طوله وعرضه. المستطيل B، ستستخرجون أيضا طوله وعرضه بطبيعة الحال من خلال الشكل. أنهيتم؟ إذن لنصحح معا. إذن المربع، إذن قياس ضلعه كم؟ أحسنتم، لدينا 1 2 3 4. إذن لدينا 4 سنتيمتر. أحسنتم. المستطيل A كم هو طوله؟ إذا لاحظوا جيدا، أحسنتم، لدينا 1 2 3 4، لدينا 4 سنتيمتر. وكم هو عرضه؟ ممتاز، 3 سنتيمتر. إذن أعزائي، المستطيل B إذن كم يساوي طوله؟ أحسنتم، 9 سنتيمتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وعرضه؟ أحسنتم، 2 سنتيمتر. لدينا 1 و2. ممتاز. ب، أحسب مساحة كل شكل بالسنتيمتر مربع. إذن سنحسب مساحة
المربع، المستطيل A والمستطيل B. جيم لنقارن ونرتب مساحة السطور. دال نستنتج مساحة كل شكل، مساحة المربع ومساحة المستطيل. إذن أعزائي حاولوا أن تجيبوا. أنهيتم؟ إذن لنصحح. إذن المربع، المربع كما قلنا كم هو قياس ضلعه؟ أحسنتم، 4 سنتيمتر. إذن من يذكرني بقاعدة حساب مساحة المربع؟ إذن للحصول أو لحساب مساحة المربع نضرب الضلع في الضلع. إذن 4 مضروبة في 4 تساوي 16 سنتيمتر مربع. المستطيل A كما قلنا كم هو طوله؟ أحسنتم، 4، وعرضه 3. إذن مساحة المستطيل A كم تساوي؟ الطول في العرض. إذن 4 مضروبة في 3 تساوي 12. إذن 12 سنتيمتر مربع. إذن مساحة المستطيل A هي 12 سنتيمتر مربع. المستطيل B طوله 9 وعرضه 2. إذن كم هي مساحته؟ أحسنتم، 9 مضروبة في 2 تساوي 18. أحسنتم، إذن 18 سنتيمتر مربع هي مساحة المستطيل B. لنقارن ونرتب مساحة السطور. إذن سنقارن الآن مساحة كل شكل. إذن لاحظوا معي، كما قلنا بأن المربع مساحته 16 سنتيمتر مربع، المستطيل A مساحته 12 سنتيمتر مربع، المستطيل B مساحته 12 سنتيمتر مربع. إذن سنقارن هذه المساحات. إذن لدينا 12 سنتيمتر مربع أي مساحة المستطيل A أصغر من ماذا؟ ممتاز، أصغر من مساحة المربع التي تساوي 16 سنتيمتر مربع، أصغر من، أحسنتم، 18 سنتيمتر مربع التي هي مساحة المستطيل B. إذن المستطيل B هو الأكبر مساحة. نستنتج مساحة كل شكل. إذن مساحة المربع كما قلنا، أحسنتم، هي الضلع في الضلع. إذن S تساوي C مضروبة في C، ومساحة المستطيل تساوي، أحسنتم، الطول في العرض، بمعنى S تساوي L مضروبة في L. النشاط الثالث، أحيط المساحة المناسبة لكل شكل. إذن لدينا هنا مجموعة من الأشكال. لدينا الشكل الأول ومربع قياس ضلعه 4 سنتيمتر. أحسنتم أعزائي، لدينا الشكل الثاني، مستطيل طوله 7 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. أحسنتم. إذن أعزائي حاولوا أن تجيبوا على هذا النشاط. إذن ما هي مساحة المربع؟ إذن من يذكرني بكيفية حساب مساحة المربع؟ أحسنتم، إذن لحساب مساحة المربع نضرب الضلع في الضلع. إذن لدينا هنا الضلع يساوي 4، إذن 4 مضروبة في 4 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 16. إذن مساحة المربع هي 16 سنتيمتر مربع. الشكل الثاني المستطيل، إذن طوله 7 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر، ولحساب مساحة المستطيل نضرب الطول في العرض. إذن 7 مضروبة في 3 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 21 سنتيمتر مربع. إذن مساحة هذا الشكل هي 21 سنتيمتر مربع. في نفس النشاط دائما لدينا الشكل الأول أو الضربية الأولى، قياس ضلعها 5 سنتيمتر وهي تشبه شكل المربع. أحسنتم. الشكل الثاني أو الضربية الثانية، طولها 7 سنتيمتر وعرضها 5 سنتيمتر. إذن أعزائي
حاولوا أن تحسبوا مساحة كل شكل. أنهيتم؟ إذن لنصحح. إذن الشكل الأول، إذن لدينا قياس ضلع الشكل هو 5 سنتيمتر. إذن ماذا سنفعل؟ إذن سنضرب الضلع في الضلع. إذن 5 مضروبة في 5 كم تساوي؟ أحسنتم، 25 سنتيمتر مربع. إذن مساحة هذا الشكل أو هذه الزربية 25 سنتيمتر مربع. الشكل الثاني أو الزربية الثانية، إذن ماذا سنفعل؟ أحسنتم، سنضرب الطول في العرض. إذن 7 مضروبة في 5 كم تساوي؟ ممتاز، 35. إذن مساحة الشكل هي 35 سنتيمتر مربع. أحسنتم. سننتقل الآن أعزائي إلى أقوي. احسبوا المساحة الحمراء. إذن أعزائي لدينا هنا العلم الوطني المغربي، طوله 45 سنتيمتر وعرضه 30 سنتيمتر، ومساحة النجمة الخضراء 250 سنتيمتر مربع. إذن أعزائي حاولوا أن تحسبوا المساحة الحمراء للعلم الوطني المغربي. أنهيتم أعزائي؟ إذن لنصحح. إذن حساب مساحة العلم الوطني المغربي. إذن كما نعلم أعزائي فإن مساحة المستطيل تساوي الطول مضروبة في العرض. ممتاز. إذن كم لدينا هنا في الطول؟ 45 وفي العرض 30. إذن سنضرب الطول في العرض. إذن 45 مضروبة في 30. إذن كم تساوي؟ أحسنتم، 1350 سنتيمتر مربع. إذن مساحة العلم الوطني المغربي هي 1350 سنتيمتر مربع. إذن المساحة الحمراء للعلم الوطني المغربي، إذن كيف سنقوم بحسابها؟ إذن الآن قمنا بحساب المساحة، ولدينا مساحة النجمة الخضراء، ونريد الآن ماذا؟ مساحة المساحة الحمراء فقط. إذن ماذا سنفعل؟ أحسنتم، إذن سنأخذ المساحة الكلية للعلم المغربي التي تساوي 1350 ناقص ماذا؟ ناقص مساحة النجمة الخضراء التي تساوي 250، وسنحصل على 1100 سنتيمتر مربع التي تمثل المساحة الحمراء للعلم الوطني المغربي. أعزائي أحسنتم أعزائي. النشاط الخامس يقول: اشترى عبد الله شقة مربعة الشكل بثمن 7000 درهم للمتر الواحد. إذن ما هو الثمن الكلي للشقة؟ سأعيد: اشترى عبد الله شقة مربعة الشكل بثمن 7000 درهم للمتر الواحد. إذن ما هو ثمن أو الثمن الكلي للشقة؟ إذن أعزائي فكروا جيدا. أنهيتم؟ إذن لنصحح. إذن كما قلنا فإن عبد الله اشترى شقة مربعة الشكل، كما تلاحظون إذن قياس الضلع المربع كم يساوي؟ أحسنتم، 9 متر. إذن أعزائي كما نعلم فإن مساحة المربع تساوي الضلع في الضلع. إذن سنحسب أولا مساحة الشقة. نعلم أن مساحة المربع كما قلنا هي الضلع في الضلع. إذن أعزائي قياس ضلع المربع يساوي 9، بمعنى 9 مضروبة في 9. إذن سنحصل على 81 متر مربع. إذن مساحة الشقة هي 81 متر مربع. إذن سنقوم الآن بحساب الثمن الكلي للشقة. إذن الثمن الكلي للشقة هو، أحسنتم، 81 مضروبة في 7000 التي تساوي، أحسنتم، 567 ألف درهم. إذن أعزائي هذه هي أو هذا هو الثمن الكلي للشقة. إذن 81 هي مساحة الشقة، 7000 هو ثمن المتر الواحد. إذن كما قلنا فإن الثمن الكلي للشقة هو 567 ألف درهم. ممتاز.
سننتقل الآن أعزائي إلى أدعم. يريد فلاحان إحاطة حقولهما بسلك حديدي. ألاحظوا ثم أحسبوا قياس طول السلك الحديدي اللازم لكل من الحقول ومساحة كل حقل. إذن سأعيد، يريد فلاحان إحاطة حقولهما بسلك حديدي. ألاحظوا ثم أحسب قياس طول السلك الحديدي اللازم لكل من الحقول ومساحة كل حقل. إذن أعزائي حاولوا أن تجيبوا على هذا النشاط. إذن أعزائي لاحظوا معي هذا الحقل، إذن قياس ضلعه 50 متر. 50 متر، 50 متر، 50 متر، إذن أضلاعه كيف هي؟ متقايسة، إذن هذا على شكل مربع. أحسنتم. إذن لنتذكر، إذن كما نعلم بأن محيط يساوي أو محيط المربع يساوي الضلع مضروبة في 4 4. أحسنتم. إذن لدينا هنا قياس كل ضلع هو 50، إذن 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50 تساوي 200. إذن أو يمكن كذلك أن نكتب 50 مضروبة في 4 تساوي 200 متر. إذن محيط هذا الحقل هو 200 متر. أحسنتم. لنتذكر، إذن سنقوم الآن بحساب مساحة هذا الحقل. إذن كما قلنا بأن هذا الحقل هو شكل أو لديه شكل مربع، إذن مساحة المربع كم تساوي؟ الضلع في الضلع. أحسنتم. إذن أعزائي، إذن S تساوي C مضروبة في C، بمعنى الضلع مضروبة في الضلع. إذن كما قلنا فإن الضلع يساوي 50، إذن 50 مضروبة في 50 تساوي 2500 متر. إذن أعزائي مساحة الحقل المربع هي 2500 متر مربع. إذن أعزائي هذا الحقل لديه شكل المستطيل، إذن الطول لدينا 80 متر والعرض لدينا 40 متر. إذن لنتذكر، إذن لحساب محيط المستطيل نقوم بجمع الطول مع العرض ونضرب في 2. إذن سنقوم الآن بجمع قياسات المستطيل. إذن لدينا 40 زائد 80 زائد 40 زائد 80 تساوي 240، أو يمكن أن نقوم بجمع الطول مع العرض. إذن 80 زائد 40 مضروبة في 2 تساوي 240 متر. إذن هذا هو طول هذا الحقل. سنقوم الآن أعزائي بحساب مساحة الحقل. إذن من يذكرني بكيفية حساب مساحة المستطيل؟ أحسنتم، الطول في العرض. إذن لدينا هنا الطول 80، سنضربه في 40 الذي هو العرض، وسنحصل على 3200 متر مربع. إذن أعزائي مساحة الحقل المستطيل هي 3200 متر مربع. سننتقل الآن أعزائي إلى أتذكر. إذن في إطار التناوب اللغوي سنتعرف على مصطلحات جديدة: مساحة، إغ، مستطيل، ريكتانجل، وأخيرا مربع، كاري. أخيرا أعزائي أشكركم على حسن الاستماع والانتباه والتتبع. أتمنى أن تنال حصة اليوم إعجابكم. إلى اللقاء، إلى الملتقى إن شاء الله.